تحياتي لكل مشاهدي برنامج الطبيب، واهلا وسهلا بيكم معانا في فقره مهمه جدا لكل انسان حابب يشوف نتائج عمليات او جراحات السمنه المفرطه. دايما احنا بنشوف معانا تقارير، بيكون ناس معانا داخله تعمل عمليه، ولكن انا ببقى عندي كده تشوق وانا قاعد قدام الشاشه ان انا اشوف اللي كان مبتسم بعد العمليه واللي كان فرحان واللي عمليته تمت على خير، هل بعد كام شهر شكله ايه؟ او قدام شويه هيكون حالته النفسيه عامله ازاي؟ فرقت معايا ولا لا؟ الحاجات دي بتدي حافز كبير قوي لاي حد بيبقى عطلان شوية ان هو يقدم على الخطوة دي. احنا بنبقى عارفين ان مريض السمنة المفرطة بيدور على اي حاجة، الاول هعمل دايت، وبعد كده طب اصلي ما اعرفش اروح لدكتور مين، امشي على نظام وريجيم بقى وهروح الجيم، وشوية ما اعرفش يقول اصلي السنة الجاية هعملها، بعد 6 شهور هعملها، وسنة ورا سنة لغاية ما زي ما احنا عارفين مرض السمنة المفرطة بياخدنا لأمراض تانية كتير لا قدر الله ممكن يعني تدمر جسمنا او يعني تدمر حاجات كتير قوي في جسمنا. احنا في غنى بقى عن الكلام ده كله. خلينا النهارده بقى مع ضيف فقرتنا طبعا اللي احنا دايما بنكون فخورين بيه وفرحانين ان هو بينقل لنا كل شيء جديد. النهارده بقى هنشوف يعني عملية قبل وبعد، الحاله شكلها ايه قبل، الحاله نفسيتها عامله ازاي بعد، وفرقت قد ايه في كل حاجه في حياتهم. ولكن خليني الاول ارحب بضيف فقرتي دكتور كريم صبري، دكتوره الجراحه العامه والمناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وعضو كليه الجراحين الامريكيه. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ. دايما في نجاح كده وفي تالق بمعنى اصح يعني، والثقه بقى اهم حاجه. الثقه دكتور اكتر حاجه بتبسطك في حياتك، هل ثقه المريض فيك ولا ان انت بتبقى صريح اكتر معاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي ان احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان جراحات السمنه والسكر هي من الجراحات المهمه اللي لازم تتاخد بكل الحرص وكل التقنيات الحديثه، بحيث ان احنا نوصل العيان من حياه فيها مشاكل الى حياه ثانيه ان شاء الله، يعني بدون مشاكل وبدون امراض مصاحبه للسمنه المفرطه. الثقه طبعا مهمه جدا 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 ما بين المريض والجراح اللي بيعملوا العمليه، والحقيقه طبعا الثقه دي لا تؤخذ يعني بسهوله، لا، الثقه دي لازم تؤخذ عن يعني جراح يكون محترف جدا، دارس مجاله، تجارب سابقه لاهلك واصحابك والناس اللي انت تعرفهم اللي عملوا العمليات يعني السابقة، المراكز نفسها تكون مجهزة على أحدث التقنيات الحديثة. لذلك يعني جراح محترف مش بس ده الكفاية، لكن في لازم يكون مكان مجهز كمان يجري فيه العملية، سواء تكميم أو تحويل، أو تحويل مسار 12، أو التكميم مع تحويل، أو تحويل اللي هو السيرس أو الساسي. النمرة الثالثة اللي مش بس جراح ومستشفى، لازم في مستهلكات يعني حديثة ومستلزمات طبية حديثة وتقنيات حديثة زي الدباسات الذكية، زي الدباسات الباور جي اس تي سيستم، تراي ستيبلر. كل دي حاجات بتخلي الثلاث عوامل دول يخلوا اي مريض ينجح من عملية السمنة، او ان هو يتخلص من مشكلة السمنة والامراض المصاحبة للسمنة المفرطة. صراحة الدكتور يعني لما حضرتك يدخل مريض عندك وتقول له حالته وتقول له ايه اللي ينفع معاك، يعني لو في ناس بتبقى داخلة مقتنعة انا عايز اعمل تحويل مسار، وانت يعني انت محبة عليك، هي كده كده يعني دي عملية ودي عملية، لا طبعا مش خسران، فانت بتقنعه ازاي بصراحتك؟ الـ 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 الكلام اللي هو الثقة، او الكلام اللي هو يعني طبي بحت، اللي هو المظبوط، اللي هو احنا عندنا جراحات السمنة عبارة عن يعني معادلات رياضية. معادلات رياضية يعني احنا بناخد تاريخ مرضي، وبناخد تاريخ تغذية، وبناخد تاريخ نفسي وكل الأدوية بتاعته، وبناء عليه بنستخلص منه ان انت يناسبك العملية الفلانية. ممكن يطلع حاجة من كذا حاجة. اول حاجة ممكن ما تعملش عملية خالص، ربما يكون الصحة ما تستحملش، او ربما يكون في مشكلة تمنعك من اجراء اي نوع من العملية. ربما يكون المناسب لحضرتك تغذية علاجية بس، احنا مش محتاج عملية. بنقول لك ان انت محتاج كده، يعني انت ممكن تقنعه ان هو ما يعملش عملية كمان. طبعا احنا بعد التاريخ المرضي بنقسم العيانين، واحد ما يعملش خالص، واحد يعمل تغذية بس، واحد يعمل تكميم،
معده، واحد يناسبه تحويل مسار المعده، واحد مثلا عنده ارتجاع شديد في المريء وحموضه زايده وعنده فاتح جاف، اعمل بقى تكميم ونصلح لك الفاتق ده او نعمل تحويل مسار الافيد ليك. وتحويل مسار ممكن يكون الكلاسيكي، مش التحويل اللي هو الاوميجا لوب او تحويل مسار المعده المصغر او تحويل المسار اللي هو الميني جاستريك بايباس، لكن لا ممكن نختار عمليه مناسبه لطبقه للحاله الصحيه بتاعتك. في ناس تانية بنقول لها والله لا انت محتاج العلاج السمنه الموضعيه، انت سمنتك دي مش سمنه مفرطه، انت محتاج لشد بطن، شفط دهون، محتاج لحاجه موضعيه، مش محتاجين عمليه. فمش كل المرضى ينفعهم كل العمليات، ولا كل العمليات تناسب كل المرضى، يعني لازم يبقى في دور للجراح بكل مصداقيه، ولا يتدخل في ذلك العامل العامل ده لازم يعمل عمليه خالص. احنا مش يعني يعني العمليه ليست تجاريه خالص من الجراحين، واحسب كل الجراحين على ذلك، يعني مفيش حد بيشتغل بصوره تجاريه. نمره اتنين، المريض نفسه لا يتسوق العمليه، المريض ما يقولش انا عايز اعمل تكميم معده عشان سعرها ارخص من تحويل مسار، او عايز اعمل عمليه جراحه فتح في بعض الاماكن المغموره ويقول انا عشان اوفر فلوس. يعني دي مبادئ كلها يعني مرفوضه، ان الجانب المادي اذا تدخل في جراحات السمنه المفرطه بناخد نتائج عكسيه سواء للمريض او سواء للجراح. طيب احنا زي ما قلنا في بدايه الفقره ان احنا معانا حاله قبل وبعد، ودايما الناس بتحب ان هي تكون مع الحاله وتشوف ايه اللي تم معاها، فده بقى اللي هنشوفه حالا. خليكم معانا ونرجع لكم تاني. تكميم المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن. عملية تكميم المعدة الحقيقة طبعا احنا زي ما كنا بنتكلم في التسجيلات اللي فاتت، ان احنا تكميم المعدة عملية قوية في إنقاص الوزن، قوية في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. الحقيقة طبعا نتائجها انا شخصيا يمكن على اصدقائي المقربين او يمكن الناس اللي يعني يمكن قريبين مني قوي، العملية دي فعلا قوية جدا جدا جدا. والحقيقه طبعا احنا في تواصل مستمر مع كل الناس اللي عملت العمليه. انا شايف ان عمليه تكميم المعده من انجح عمليات السمنه اللي اتعملت في تاريخ السمنه المفرطه. العمليه ما بتاخدش وقت في اجراءها، بتاخد وقت قصير جدا قد لا يتعدى نص ساعه. احنا يمكن نقلنا لايف مره من عمليات في 9 دقائق. احنا طبعا مش بنحاول نستفز الناس يعني الجراحين في الوقت ده، لكن فعلا احنا نقلنا في 9 دقائق. وفي عمليات طبعا اكتر شويه في الوقت لو في اوزان اعلى من كده. احنا بنحاول ان احنا نساعدكم في اختيار نوع العمليه، بنحاول ان احنا ننقل لكم قصص نجاح جميله. استاذ مصطفى الحقيقه هينقل لكم يعني يمكن طاقه ايجابيه كبيره الحقيقه. انا نفسي مبسوط منها على كل يعني كل اللي حصل معايا الحمد لله، سواء في العمليه او تجهيزاته او ما بعد العمليه، بحيث ان كل الناس تختار العمليه وهي تكون يمكن عندها قرار او عارفه هتعمل ايه ما بعد العمليه. وان شاء الله ننقل لكم قصص نجاح تانيه كتيره، بحيث ان احنا نديكم يعني يمكن الطاقه او نديكم او نساعدكم في ان انتم تاخدوا القرار المظبوط ان شاء الله. شكرا جزيلا. اسمي مصطفى الكومي، 34 سنة. عملت مع دكتور كريم صبري عملية تكميم المعدة، عملتها شهر 4. وزني قبل العملية كان 150 كيلو. ما اقولكوش يعني ايه 150 كيلو، حياتي كانت شبه مدمرة. بني ادم مش عارف تمشي، مش عارف تلبس، مش عارف تتعامل مع الناس، مش عارف تعيش حياتك بصورة طبيعية في حياتك، في شغلك، مع اولادك، في اي حاجة. ربنا كرمني وخدت القرار وعملت العمليه مع دكتور كريم صبري، عملتها شهر 4. حاليا دلوقتي انا وزني 90 كيلو، مهتم بالرياضه. بعد العمليه بحوالي 4 شهور باكل اكل طبيعي، الوجبه الطبيعيه بتاعت البني ادمين الطبيعيين، مش الوجبه بقى اللي هي بتاعتنا الضخمه بتاعت ال 150 كيلو، لا باكل كل اللي انا نفسي فيه، بشبع بكميات قليله. حياتي اختلفت تماما، صحتي الحمد لله ما فيش اي مشاكل. قرار كويس ان يتاخد مقابل ان انت تعرف تعيش حياتك كلها وعمرك كله. يعني العمليه ما فيهاش اي خطوره خالص جدا، وبلاش تسمع كلام الناس اصل انت هتموت، اصل انت بتاع. الناس بتموت وهي نايمه، ده قرار فاشل وكلام سلبي تماما. العمليه ناجحه جدا وكويسه جدا، والحمد لله ان الواحد خد القرار ده. وانصح اي حد مع دكتور كريم والتيم بتاعه، بلاش نروح مع اي دكتور تاني يعني.
انا كنت سعيده من اول التقرير لاخره، بس بصراحه يعني اخر ثواني في التقرير قمة السعادة بصراحة يا دكتور، لأن أنا شفت شخص غير شخص خالص، الفرق شاسع بجد. وثمان شهور دي حاجة حلوة جدا، إن أنا أشتري حياتي في كام شهر كده، متهيألي الموضوع يكون مختلف. السمنة بتحبس الإنسان جواها من كل اجتماعيا ونفسيا ومرضيا، في أمراض كتيرة جدا بسبب السمنة المفرطة. بمجرد نزول الوزن إحنا بنرجع لحياتنا اللي المفروض نعيشها باختصار، صحيا نفسيا اجتماعيا، بناخد وضعنا المجتمعي المظبوط بدون مشاكل. لما جابوه صورته من الجنب كده الحجم اختلف تماما 100%. كتير من الناس بتجيلك يا دكتور، وكتير من الناس بتسعى، دايما الناس بتسألك بقى حضرتك تشتغل ليهم بأنهي أجهزة. أنا عارفة أن أنت حريص تجيب أجدد حاجة وممكن تكون مش موجودة في مصر غير عند حضرتك، وده بيرجع طبعا لان يعني حضرتك كبرت في الـ في الـ في الـ في الخبره وكبرت في التعامل، وطبعا ليك اولويات خاصه. الناس بتسال بقى وبتبقى عايز تختار مثلا في دباسه ذكيه، في دباسات عاديه، الناس بتسال يا دكتور؟ اكيد. انا اتمنى يعني ان احنا يعني اتمنى ان انا كل العيانين يعملوا بالدباسه الذكيه اللي هي الدباسه الالكترونيه. هي بتساعدنا طبعا وبتساعد المريض اكتر شويه في وقت العمليه، بتساعد المريض بياخد اعلى تقنيه زي تراي ستيبلر تكنولوجي، تعقيم 100%، بياخد كل المميزات بتاعتها. لكن بقى في شويه مشاكل ماديه، لان كل يعني مش كل الناس عندها القدره ان هي، لان المسلكات الطبيه غاليه شويه، ما بيقدروش ان هم كلهم ياخدوا الدباسات او يستخدموا الدباسات الاحدث في العالم، نظرا لتكلفتها العاليه شويه. وبالتالي بنرجع نستخدم الدباسات اللي هي زي الليجاسي، سواء كوفيدين او جونسون، بنستخدمها وهي امانها عالي جدا ومتاحه لكل الناس. طب الحاله بقى الجميله اللي معانا بقى على الشاشه ده كان مستخدم ايه؟ برضه عشان نقول للناس اللي مش لازم الدباسه الذكيه، بس اللي بيستخدمها يكون امان طبعا اكتر. بنستخدم دباسات الليجاسي كوفيدين، يعني دي دباسه عاديه جدا العالم كله بيستخدمها، وما زلنا كلنا على فكره في مصر الدباسه الذكيه. يمكن انا اول واحد دخلتها في مصر يمكن من شهور قليله، ما كانش في دباسات ذكيه. لكن هي مشكلتها بس ان هي التكلفه بتاعتها بس اعلى شويه من الطبيعي. هيجي لها الوقت ان هو يعني تاخد كل الناس تصمم كل الناس عليها، يعني تصمم عليها بعد شويه. لكن الدباسات العاديه متاحه لكل الناس، هي ليست الزاميه الدباسه الذكيه، هي طبعا تكنولوجي اعلى فيها كل المميزات المريحه للجراح والمريحه للمريض، بتديله سيفتي اعلى بالنسبه للتسريب وبالنسبه للنزيف، بتاخد وقت عمليه اقصر، بتستخدم تراي ستيبلر تكنولوجي. الدباسه الكترونيك لا تقبل استخدام مستهلك لمريض تاني، وبالتالي تعقيم 100% لا يعتمد على الاستاف في المستشفى، هي بتعتمد على نفسها، هي بتعد، يعني ما بتقدرش ان هي تشتغل مره تانية لمريض تاني. كل يعني هي فيها سنسور او حاجه سنسور، هي ليها ليميت معين بيخلص يبقى انا لازم ابدلها لمريض تاني. الكيتس بقى نفسها او الشيل نفسه بتاع الدباسه خاص بكل مريض لوحده. اوكي. يعني يعني تعقيم 100%، يعني امام 100% بالنسبه للتراي ستيبلر تكنولوجي، هو ده اعلى تقنيه في العالم، ولو تدبيس ثلاثي او الدباسات الثلاثيه دي اعلى تقنيه في العالم لوقف النزيف والتسريب. استاذ دكتور كريم صبري، انا مبسوطه جدا باللقاء معاك بجد. شكرا. ومبسوطه ان كل شويه انت بتخلينا يعني احنا نثق فيك، فكل ما حد يكون واثق في حد قوي بيعرف يديله حقه في الكلام. يا رب اكون اديتك حقك في حاجات كثيره جدا. شكرا. يا دكتور بشكرك. نشكر استاذ دكتور كريم صبري، دكتوراه جراحه العامه ومناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات السمنه ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وعضو كليه الجراحين الامريكيه. ودايما خليكم معانا فقرات جديده مع الطبيب.